السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن ما جرى داخل قبة البرلمان في العراق من شكل يعكس طبيعة الحكم الدائر في العراق، ويعكس حقيقة هذه الشخصيات والأحزاب الموجودة، ويعكس حقيقة من يدعون الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ومن يتحدثون عن هذه الشعارات وهذه العناوين البراقة، لكن واقع الحال متخبطون، همجيون، يتصارعون فيما بينهم من أجل المناصب والكراسي، يقتلون الشعب العراقي من أجل ذلك، من أجل الثروات، من أجل الامتيازات وغيرها. شهد البرلمان كما تابعتم حضور عدد من النواب وإدارة الجلسة من قبل النائب الأكبر سنا محمود المشهداني، الذي تعرض إلى الاعتداء والضرب كما تناقلت المصادر وكما نقلت هذه الأخبار عن طريق مواقع كثيرة وصحف وأفراد. كان المعتدي أو من اعتدى على محمود المشهداني هم بحسب المصادر التيار الصدري والنواب، اعتراضا على مواضيع كثيرة سنتطرق إليها أثناء هذه الحلقة. أيضا تم هناك اختيار محمد الحلبوسي من قبل هؤلاء النواب على أن يكون رئيس البرلمان للدورة القادمة، وهناك أيضا أشخاص سنتحدث عن أسمائهم تم اختيارهم في هذه الانتخابات، وأيضا نتحدث عن بعض المسرحيات والتمثيليات التي شهدها هذا البرلمان، منها دخول التيار الصدري أو نواب هذا التيار بالأكفان وهم يرتدون الأكفان، وحقيقة هذا الموضوع فيه تساؤلات وعلامات استفهام. ما هي الرسالة التي يريدون أن يوصلوها؟ وهل تبدأ مرحلة سياسية جديدة في العراق مزورة، لكن هل تبدأ بهذه الطريقة بأكفان وزي عسكري؟ طيب، وأيضا نتحدث عن جزئية تتعلق بمن قاموا بركوب التوك توك، الآلة المستخدمة في العراق للنقل، هذه التي كانت تستخدم لنقل شهداء وجرحى ثورة تشرين، والتي كانت علامة بارزة، استبدلت مكان سيارات الإسعاف نظرا لصعوبة التحرك وأدت واجبها بشكل كبير، استخدمها البعض ممن يدعون تمثيلهم لثورة تشرين زورا، استخدموها للترويج بأنهم نواب ثورة تشرين، الممثلون عن ثورة تشرين، عن هؤلاء الشهداء والجرحى والمتظاهرين، وجاءوا إلى البرلمان مستخدمين التوك توك. وأيضا هناك واحد من دولة القانون ارتدى الدشداشة العراقية الممزقة كنوع من أنواع تمثيل شريحة الفقراء، دولة القانون. سنتحدث عن هذه الأمور، لكن في البداية دعونا نشاهد بعض المقاطع التي تثبت ما تحدثنا عنه. أولا المقطع لقدوم بعض النواب من يدعون كما قلنا تمثيل ثوار تشرين إلى قبة البرلمان مستخدمين التوك توك، لنشاهد. لنشاهد مقطع آخر من زاوية ثانية لهذا الموضوع. نواب امتداد ونواب الجيل وبعض النواب المستقلين الآن في عجلات التوك توك. من هؤلاء؟ من الذي اختارهم؟ متى انتخبهم ثوار تشرين؟ متى اختاروهم ليمثلوهم؟ هل كانت ثورة تشرين بتضحياتها والدماء التي سالت لكي تستمر نفس الوجوه داخل قبة البرلمان وداخل هذه الحكومة؟
هل كانت ثمن هذه الأرواح التي أزهقت هي صفقة أو وضع يد مع الميليشيات مع الفاسدين والقتلة لدورة لحكومة قادمة لأربع سنوات لدورة برلمانية جديدة؟ هل التضحيات التي قدمها العراقيون في ثورة تشرين نتيجتها أن يذهب مجموعة يقولون إنهم يمثلون ثورة تشرين يذهبون ليضعوا يدهم بيد المالكي والخزعلي والعامري والصدر والحلبوسي وكثير من الأفراد والجماعات الذين تسببوا بما حصل من مآسي من كوارث للعراقيين؟ هل التضحيات التي قدمها العراقيون بشكل عام نتيجتها أن ينتخب محمد الحلبوسي مرة ثانية، أن يأتي تيار الصدر المتهم بقتل العراقيين وبفساد طيلة هذه السنوات التي مضت من مشاركات مستمرة في حكومات ما بعد الاحتلال، ونور المالكي والعامري وغيره من هذه الشخصيات وكما قلنا الأحزاب يعودون مرة أخرى إلى قبة البرلمان لمسك الحكم بتوزيع أدوار مختلف ويديرون البلد بنفس الطريقة، لأنها نفس الوجوه ونفس السياسات المتبعة والتي لم يرى منهم العراقيون أي خير طيلة 18 عاما ونحن مقبلون على 19. إذن هل ثمن التضحيات التي قدمها ويقدمها العراقيون كل يوم أن يبقى هؤلاء في مناصبهم؟ هل هذه الانتخابات التي أرادها العراقيون، هل هذه الديمقراطية التي أوهم بها هؤلاء العراقيين؟ هذه الأسئلة غيرها سنطرحها في هذه الحلقة. كما قلنا بإمكانكم أن تشاركوا من خلال الأرقام مشاهدينا الكرام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. أبو سمية من الأنبار، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، لن أطيل عليك بالكلام، لكن عندي رجاء بسيط. تفضل. للنواب الجدد الذين بدأوا جلستهم الافتتاحية في حلبة ملاكمة وكثر فيها الاشتباك بالأيدي. عندي رجاء عندهم، رجاء بسيط. أي. العراق طوال مشاركاته في الأولمبياد العالمي لم يحصل إلا على ميدالية برونزية واحدة. منذ أولمبياد أثينا ولحد ريو دي جانيرو. رجائي منهم بدل أن يشتبكوا بالأيدي داخل البرلمان فليتوجهوا إلى الأولمبياد. أي. وليشاركوا في الملاكمة. لعلهم يحصلون على ميداليات ذهبية تنفع الشعب أفضل من جلوسهم في قبة البرلمان. وكل يوم تتكرر حلبة ملاكمة جديدة. فأقول لهم توجهوا إلى الأولمبياد أفضل لكم، وأرجو لكم ميداليات ذهبية جديدة. في رياضة الملاكمة، وتحياتي للبرلمان. شكراً أبو سمية، شكراً. نتمنى هاي الرسالة توصل لهؤلاء النواب اللي دخلوا إلى البرلمان، طبعا نتكلم عن التيار الصدري، اللي دخلوا إلى البرلمان مرتدين الأكفان مكتوب على ظهرها جيش المهدي. طيب شنو هي الإشارة أو الرسالة اللي يريدون يوصلوها للشعب العراقي؟ يذكروهم بشنو؟ بعودة جيش المهدي مثلا وهم يرتدون زي عسكري وأكفان عليها جيش المهدي؟ يذكروهم بهذه الميليشيا التي سفكت دماء العراقيين وارتكبت المجازر الطائفية؟ يذكروهم بميليشيات خارج عن القانون، أن أنتم مثلا جايين حتحكمون العراق بهذه الطريقة مثلا، أو من لن يحقق لكم ما تريدون ستطلقون يد جيش المهدي للخراب والدمار مثلا؟ شنو هي الرسالة اللي أراد أن يوصلها هؤلاء النواب بارتدائهم الأكفان على سبيل المثال؟ هناك طبعا تفاعل عراقي كبير حدث في موقع تويتر، وجاءت ردود كثيرة على موضوع الأكفان، وقال البعض نريد الأكفاء لا الأكفان، نريد أكفاء يحكمون العراق يقومون ببنائه. أنتوا بادين السنة وبادين حكومة بلبسكم للأكفان، إشارة موت. طيب هذا الشعب سئم الموت وشبع منه ويعيشه يوميا، أنتم جايين، ما الرسالة التي تريدون أن توصلوها للعراقيين بكتابتكم لجيش المهدي وترديد شعاراته الطائفية وتذكير الشعب العراقي وعوائل العراقية كثيرة بهذه الميليشيات الطائفية التي سفكت دماء العراقيين ولا تزال جيش مهدي وسرايا السلام هي كلها واحد؟ ويانا زيد من بغداد، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي محمد؟ حياك الله. شلون صحتك؟ الله يحفظك.
نهني الشعب العراقي المجيء 350 حرام جدد. اي نهنيهم من اعماق قلبي طبعا. هم ذولا جدد هم نفسهم، احنا وين الجدد اللي بيهم؟ جدد بس جدد يعني كانوا مستريحين بلبنان بتركيا وشو وين ماخذين سفرات ورجعوا ان شاء الله يقولون. نعم. من جديد. نعم والله يا اخي يا استاذ محمد هذا الشعب، انا ايش قلت لك يمكن قبل شهرين انا قاطعت ما قلت ما اخابر، لان اشوف الحكي ما نفع وياهم. قلت لك راح تجي شكولات، راح تجينا شخصيات ما شايف فيها ابدا، وفعلا انا اللي قلت لك راح يجيكم رئيس وزراء جديد. اي يعني حتى ما نعرف شو اسمه. هم راح يختاروا لهم حرام جديد وجيش المهدي هذا او سرايا السلام او التيار الصدري اللي اجى اليوم دخل البرلمان. اي هذا يذكروني يعني باحداث 2006 2007. نعم. حينما كانوا يقتلون الشعب العراقي للناس الابرياء. نعم. ودخلوا اليوم هم يعني شويه اخذتهم الغيره. سيد زيد شنو هي الرساله اللي ينقلها هؤلاء النواب لما يتعاركون بهذه الطريقه بيناتهم، لما يتصارخون يتضاربون، لما يشوفهم اليوم؟ طبعا محمود المشهداني هو جزء من هاي الفساد، جزء من هذا الخراب، الحزب الإسلامي وهو وانتمائه هسه وتملقه لهذه الميليشيات والحشد وغيرها. احنا نقول انه ذولا شنو الصورة اللي يريدون ينقلوها للعراقيين؟ العراقي اليوم لما يتفرج عليهم ويشوف بدايتها عركة وضرب، شلون حتكون هاي الحكومة وشلون حيكون شكلها وطريقة إدارتها للدولة؟ هذول جماعة الكابوي رعاة البقر اجوكم يا عراقيين حيحكموكم. هاي الصورة الأولية. كمشهد حي من البرلمان، من مقر المركز التشريعي العراقي. جماعة الكابوي اجوا يحكموكم، ليس دليل إلا على هذا يا أخي أستاذ محمد. وهذا المشهدان إش قد سيء بس ما يجي قطرة من بحر من محمد الحلبوي، قطرة. نعم. من بحر. نعم. هذا اللي هسه مشى على مشروع إيران بحذافيره. نعم. وهذا اليوم فوز محمد الحلبوسي بمباركة إيرانية، هم مرادوا المشهداني. نعم. لأن كان يعارضهم في بعض الأشياء. في بعض الأشياء وليس كلها. فمحمد الحلبوسي كان مقعلهم على ورقة بيضاء. فهم اليوم فرحانين بفوز الحلبوسي وحاكم الزامل النائب الاول له. أي. ابو التيار الصدري ابو البطل كان بوزارة الصحة يقتل بالناس العبرياء. نعم نعم والله يا اخي استاذ محمد انا هذا البلد راح اعوفه واطلع من عنده في امان الله. سيد زيد اشكر حضرتك، نتمنى دائما تشارك شعورك بالاحباط وانه شحكي. لا احنا نتمنى من كل العراقيين المشاركين معنا في القناة أو حتى من يشاهدون وبإمكانه أو يريد المشاركة ويخاف قد يشعر بالخوف، شارك باسم وهمي، شارك ولا تخشى على معلوماتك، لا تخشى على أي شيء، خصوصيتك موجودة ومحفوظة وما حد يتجرأ يكشف شيء عن أنت، عن معلومات أنت ما تريد تفصح عنها. كلامكم وحديثكم هذا مطلوب، مشاركاتكم وإبداءكم آراءكم حول الأحداث اللي يعيشها العراق هذا الموضوع مطلوب. يجب أن العالم يظل يسمع صوتكم بأن أنتم رافضين لهذه الشخصيات الأحزاب هذا الحكم الفاسد. أنتم أثبتوا هذا الكلام طبعا بمقاطعة الانتخابات، لكن أيضا المشاركة وإبداء الرأي بالحديث هو أمر مهم للغاية. عندنا السيد أبو علي النجفي من لندن، تفضل. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اليوم يعني قلبي يتقطع والله، ويعني من أشوف هذا المنظر بالبرلمان. أي. يعني مجموعة مجرمين، مجموعة قتلة. ناس تقول لبيك يا مقتدى، وناس تقول لبيك يا حشد، وناس تقول لبيك ما أعرف. وهذا محمود المشهداني ما تستحى على شيبتك ها؟ تمجد ذي الحشد الحشد المجاهد، اي مجاهد هذا؟ اي مجاهد لك مو قتل ابن ناسك، قتل الحشد هذا. بعدين هذول التيار الصدري الارهابي دخلوا
بالاكفان ها، وهاي الاكفان كاتبين وراهم، كاتبين على ظهورهم جيش المهدي. المهدي. نعم. احنا نسينا جيش المهدي بال2006 و2007 نسينا جيش المهدي، الاف المؤلفه جيش المهدي قتل من اهلنا السنه. يعني هذه رساله للشعب العراقي، اسمعوا يا شعب العراقي، احنا جاي نحكم بالسلاح. امس سرايا الاجرام، سرايا الارهاب يفترون ببغداد هم ومدرعاتهم. زين انت يا مقتدى وينك تقول تسليم السلاح؟ يعني كان يتكلم على الميليشيات، تسليم السلاح بيد السلطه. زين انتم متابعين للميليشيات؟ انتم متابعين للميليشيات؟ احنا قلناها يعني قبل ما تصير الانتخابات، قلنا هذه الانتخابات ونتائج الانتخابات لا تعني الشعب العراقي. طلعوا من الانتخابات، شنو اللي تغير في هذه الانتخابات ونتائجها؟ شنو منو منهم تغير؟ يعني من الاسماء الكبيره اللي موجوده اللي حكمت وكانت سبب فيما حصل للعراقيين من دمار وخراب تغير وجاء او جاء ب واحد راد الشعب العراقي؟ منه كل شيء ما غير الحلبوسي اجى بمكانه. بس انا اقول لك كم واحد من دول صعاليك الامتداد يسموهم مال ثوار تشرين، خسئتم انتو. خسئتم انتو، انتو حزب اللا فضيله علاء الركابي. خسئت انت اذا تمثل ثوار تشرين. انتو كومه لصوص. انا ارد اقول لعلاء الركابي، انت طبيت ويا دول اللصوص والعصابات بخمس مقاعد، انت ايش راح تسوي هذول بخمس مقاعد مالتك؟ ايش راح تسوي؟ كل ما انا لك هسه هم طابين بالتيك توك، يعني ما تستحون تضحكون على العالم؟ يعني هسه اسمعوا يا شعب العراق، علاء الركابي جايب تيك توك، بعدين راح يطلع بسيارات ضد الرصاص 70 80 سياره، هم واحد يساله من اين لك هذا؟ انت اليوم طبيت بتيك توك، يوم اول يوم بالبرلمان طبيت بتيك توك، بعدين راح تطلع ب 60 70 سياره مدرعات. يا اخي احنا قلناها ما على الشعب العراقي، قوم عمي قوم، ما يفيدكم ذولا مجرمين قتله. تيار الصدري اليوم لبس الشفن، شنو انتوا طابين بحسينيه؟ انتوا طابين بحسينيه؟ والله مهزله. هذا العراق، هذا العراق بلد الحضارات، بلد النهرين، بلد النفط، بلد المعادن، بلد الفسفور، بلد الغاز، يملكوا يعني يحكموا عصابات، يحكموا طيب. مجرمين. والله عيب على الشعب العراقي يسكت على دول المجرمين القتلة الإرهابيين الدواعش. أشكرك يا أبو علي من لندن، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف لقطات للتلاسن والفوضى وتشابك الاشتباك بالأيدي الذي حصل داخل قبة البرلمان. وبحسب المصادر كان هناك اعتداء من التيار الصدري أو نواب التيار الصدري على رئيس البرلمان الأكبر سنا الذي عقد الجلسة محمود المشهداني. خلينا نشوف لقطة ثانية لمحمود المشهداني، هم دي طلعوه من البرلمان محمول على يد القوات الحكومية بسبب إغمائه أو أغمي عليه نتيجة ما حصل له، وأيضا هذه الفوضى داخل البرلمان. لقطة أخرى. Come on.
نبقى معكم مشاهدينا الكرام، ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة. تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله يا أستاذ محمد، ما أدري نبكي ما أدري نضحك، والله ما ندري منين نبدي منين ننتهي. يعني أنا بس أسأل سؤال واحد. نعم. يعني هم هسه ما سحوا من الدول من راحتهم يفتحون التلفاز وراح يشوفون المهزله مالتهم، الدول ايش راح تقول علينا؟ شو تقول؟ هذا العراق ابو الحضاره، هذا العراق اللي ربى اسياد، ربى اجيال، هذول المهزله يا استاذ محمد. يعني والله خلونا فرجه امام الدول. هسه لو بياناتنا ما يخالف، بس الدول ايش راح تقول على العراق هذا؟ يعني اذا كنا صفر تحت الصفر، من وراء لصوص حراميه، من وراء سراق، هم جاي يتكاونون على شنو؟ على ابو العراق استاذ محمد؟ حتى يعيدوا نشاط العراق؟ جاي يتكاونون بيناتهم على البوق استاذ محمد؟ الله يخليه. نعم. ذولا سراق، ذولا حراميه، ذولا مهزله، هذولا اجلكم الله لو قاعدين هم بحاويه ومجتمعين وما يخلون صور تطلع فضايحهم. اثر عندنا كعراقيين، احنا العراقيين ابو جاسم الله يخليك بعد ما يضحك علينا، عرفناهم. هل هؤلاء يا ابو عراق، هل هؤلاء هم نتيجه ثوره وهدف ثوره وتضحيات عراقيين ودماء سالت؟ هؤلاء النتيجه، هل هذا ما طمح اليه العراقيون؟ أبو جاسم، أنا أرجع وأقول لك مع اعتزازي للشعب العراقي، ترى الشعب العراقي عظيم. والشعب العراقي ترى بي ناس خيرين. هذول ما يمثلوننا أبو جاسم الله يخليك. هذول يمثلون نفسهم ويمثلون أسيادهم اللي دزوهم بالدول. هذول ما يمثلون الشعب العراقي. العراق أكبر أبو جاسم إذا سمحت لي. العراق أكبر من هذا. نعم. العراق ابو حضاره، العراق هو اللي كان يعلم الدول. ودول الحشاله. نعم. ودول الحشاله مجتمع. فانت يا سيد مقتدى، بس خلنا اوجه رساله من خلال برنامج. سيد مقتدى قلت حكومه لا شرقيه ولا غربيه، وسويتها مهزله. وانت اساس المهزله، انت اساس المهزله. انت وين ربعك اللي كانوا بالحكومات البقيه من 2003؟ وين سحبت يوم من امه واحد وحاسبته؟ هذا محمد وهذا محمود المشهداني لو يستحي على نفسه ما يجلس وياهم. لو عنده ذره من الخجل ما قعد وياهم. بس هو حال حالهم. طيب ابو عراق، انا اشكرك من الفلوجه، شكرا جزيلا. ويانا ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. حياك الله استاذ محمد، وحيا الله قناه الرافدين البطله. اهلا وسهلا. استاذ محمد، بالنسبه للوضع اللي قاعد يصير بتضبط الاحزاب وتيار الصدري او باقي الاحزاب اللي بقت وتاخذ انفاسها الاخيره، يعني هاي المهجه اللي قاعد نشوفها واللي قاعد نسمعها، يعني ما ممكن انه المسنور رئاسه وزراء للشعب العراقي، يعني حتى العالم بالدول الغرب او بالخليج او كل العالم بيشوفنا وبيشاهد، هل هذول يمثلون رئاسه حكم عراقيه في عهد انه ما بين 2003 و 2018 انه راح يتحسنون او راح يقدمون شيء زين او راح يقدمون الصناعه او راح يرجعون الزراعه او قتله التظاهرين راح احد يحاسبهم؟ ما هم اللي قتلوا المظاهرين، ما هم اللي سرقوا مال ما هم اللي الفساد اللي موجود عندهم بالوزارات اللي من 2003 لحد الان، ما هي الاغتيالات اللي موجوده من 2003 لحد الان، ما هي اسباب التهجير والنازحين والسجناء اللي موجودين هم بسببهم الاحزاب السلطه، وكل هاي اللي قاعد يصير من عندهم فرحانين على شنو؟ فرحانين لانه انتم ناس قتله ماكو احد يوقف بوجههم سوى بس ثوره تشرين اللي هي وقفت بوجههم وخلتهم فرجه للعالم كله. ابو عمر، سؤال اليوم بنشوف
انه مقتدى الصدر انصاره نوابه طابين الى مجلس النواب الى البرلمان لابسين اكفان مكتوب عليها من وراء جيش المهدي، لابسين ايضا الزي العسكري، ونشوف انه سرايا السلام هاي الميليشيا منتشره في بغداد، وحنعرض بعد شوية اللقطات، منتشره في بغداد وجددت انتشارها في اكثر من مره على مدى يومين، ونشوف انه يتصارعون بيناتهم بالايدي والمضارب والمصايح والشتائم على مود قضيه الكتله الاكبر وما الكتله الاكبر وغيرها من هذه الامور. شنو الرساله اللي يريدون يوصلوها هؤلاء النواب وفي مقدمتهم ميليشيات الصدر ونوابه للشعب العراقي، وهم بادين هذا الحكم بالسلاح، بالاستعراض، بالانتشار الميليشياوي المخالف للقانون، بنواب طابين يحملون شعارات ويهتفون هتافات تذكر عوائل عراقية بدماء أبنائها الأبرياء الذين سالت بسبب جرائم جيش المهدي الطائفية وغيرها. شنو هي الرسائل اللي يريد يوصلها أولئك النواب إلى العراقيين بهذه الصراعات على المناصب وهذا الاقتتال المستمر؟ استاذ محمد، بالنسبه يعني هاي المهزله اللي قاعد سوى جيش المهدي او انصار مقتدى الصدر، فهاد يضحكون على نفسهم ما يضحكون على الشعب العراقي. الشعب العراقي شافهم واكتشف بيهم من حقائقهم، من تزويفهم، من يعني عدم مثل نقدر نقول يعني سووا شيء للشعب العراقي فشي يرضيهم. الشعب العراقي كله ما راضين عليهم لانه هم فقط الموجودين عندهم السلاح فلنفلت يدهم، ليس الوزارة الداخلية أو القوات الأمنية عندها سلاح وتمتلك السيطرة على الشعب العراقي أو على الناس اللي خارج السلطة. هم الذين اللي قتلوا الشعب العراقي وسرقوا من أمواله فيحاولون يردون بأنه يبينون نفسهم للساحة وللشعب العراقي هم الأقوى وهم ماكو أحد يتغلب عليهم بالحكم، قادرين بأنه يردون يسوون كل شيء. لو سقطت كافة الأحزاب اللي سقطت اللي طلعت من الانتخابات فهم يجون يعرضون نفسهم بأن احنا باقين ونقدر كل شيء نسوي. هاي أطفالنا اللي لابسيها حسب ما شفناهم لابسيها بأنه الموت ليهم هم، فهم جايين برواحهم يعني للموت ليهم هم. فهذا شيء يعني عيب وخزي على التيار اللي قاعد يطلع بهاي الصوره. فهذا الحكم ما يصير بالقوه، وبعد يعني ما اقصد الكلام بانه باقيين احنا عدم ونصير على عدم. فهاي شكرا يعني شكرا ابو عمر، وصلت رسالتك وصوتك من بغداد، اشكرك. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود نكمل استقبال اتصالات محمد من ديالة، وعندنا ريا من أمريكا، وبعدين أيضا نخصص في نهاية الحلقة في آخر دقائق قراءة رسائل، هناك رسائل ترد الآن باستمرار، نراكم بعد قليل. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم عن ما حدث داخل البرلمان من أحداث، من اشتباك بالأيدي، من صراخ وشتائم وفوضى داخل البرلمان نتيجتها أنه خروج رئيس السن في البرلمان محمود المشهداني إلى المستشفى بعد أن تحدثت مصادر أنه تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل التيار الصدري نوابة، وأيضا تم اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية، ومن ضمن الذين تم اختيارهم أيضا هو حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري ليكون النائب الأول لرئيس البرلمان. حاكم الزاملي
المتهم بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية ضد العراقيين ينتخب ليكون رئيس برلمان أو نائب رئيس البرلمان الأول. وستأتي أسماء كثيرة فيما بعد، وستأتي شخصيات أخرى خلال هذه الفترة، لكن بالنهاية نتساءل، هل كان طموح العراقيين أنه تبقى نفس الوجوه؟ هل الدماء التي سالت هي نفس الوجوه بالنهاية، أنه تبقى نفس الوجوه تحكم العراق مرة أخرى؟ ما فائدة الثورة وما فائدة التظاهرات إن كانت هي نفس النتيجة؟ هل هذه هي هل هذا هو طموح العراقيين؟ طبعا الجواب كان لا واضحا، لأنه مقاطعة كبيرة كانت للانتخابات التي زورت وجاءت بنفس هؤلاء. لكن نبقى نتساءل، ما الذي سيقدمه هؤلاء بعد أن جربهم العراقيون طيلة 18 عاما ونحن داخلون على العام 19؟ ما الذي قدمه هؤلاء من الكتل التي قيل إنها فائزة في هذه الانتخابات، أو الذين خسروا ولا يزالون يتصارعون على المناصب؟ محمد من ديالة، تفضل. الله يساعدك، حياك الله يا أخوي. هم هاي هسه ما طلعوا هم كفنين ورايحين للبرلمان قدام الدول، هم تقدموا من 2003 لحد هاي اللحظة، تقدموا للعراق شنو؟ نعم. إيش قدموا؟ شهداء، الأرامل بالشارع، الخدمات، يعني ضحكوا الدول علينا. هو شنو رسالتهم شنو للدول؟ الحكومة سود. نعم. الأرامل الشهداء ماتوا، الجوع، البطالة، التعيينات ماكو، حكومة تعبانة. شي أريد شي سوا شنو؟ حتى هم من راحوا للبرلمان بالشفن، رايحين الحسينية، رايحين الإمام، يا رايحين الدولة يشوفون دولة شنية يا عيني. هاي مو دولة، هاي مهزلة مهزلة مهزلة. طيب. احنا نروح نروح نرجع من الربع الأول من 2003 لحد الآن، شي سوانا شنو؟ شي عارف قدموا شي شنو قدموا؟ ما قدموا شي. راح فلان جاء فلان، راح المالكي جاء الحلبوسي، راح الحلبوسي جانا فلان، ما قدموا لنا شيء. احنا نريد وجوه جديده، نريد العراق هيبته وكرامته للدول. نعم. من اللي حيحقق هذه الامور؟ من اللي حيرجع للعراقيين هيبتهم وكرامتهم؟ ذولا اللي موجودين في البرلمان اليوم؟ والله يا استاذ العزيز، هذول ماكو هيبه للعراق يرجعوه. يعني لو اكو هيبه للعراق يرجعوه كان رجعوا كرامه العراقي. نعم. محمد أنا أشكرك. ريا من أمريكا، تفضل يا ريا. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وكل المشاهدين الكرام. وأنت بخير. بالنسبة لهذا الموضوع، يعني إحنا أبدا ما نستغرب من أفعال دول الشراد حشل سانع. يعني هم ناس الدين، يعني شنو أقول لك، استغلوا الدين ويلطمون ويستغلون العالم بسذاجتهم. نعم. على مود يوصلون المصالحهم، يعني ما يسووها ويستعملون التوك توك وأي رمز العراقي يحترمه ويجل على مود يوصلون المناصبهم. نعم. سيدة ريا، اليوم شنو شنو انطباعك عن ما شاهدتي داخل قبة البرلمان؟ نواب يدخلون لابسين أكفان مكتوب عليها جيش المهدي، هاي الميليشيا المعروفة، يرددون شعاراتها، تشابك بالأيدي، اشتباك بالأيدي، اعتداء على رئيس السن في البرلمان، اختيار محمد الحلبوسي اللي ما تغير شيء من وجوده ومن حكمه، ونفس الشخصيات، يعني التيار الصدري موجود، دولة القانون والفتح وذولا موجودين، السنة نفسهم موجودين، وبنفس الوجوه نفس الأشخاص. يعني شو تغير بهذا الحكم أو شو راح يتغير؟ بصراحة احنا أبدا ما نعول على تغيير سياسي، لأنه هي حلقة مفرغة وهم دا يستغلون الوضع. لكن الشيء اللي أتمنى بصراحة أسأل رب العالمين أنه قدرتي يسوي هو هذا الجيل الجديد، الأطفال اللي دا يربون بالمخيمات وبالشوارع. نعم. دولة حيطلعون ناس صدق راح يحرقون الأخضر واليابس، وهذا هو المطلوب بالعراق. ما عندنا أي حال الآن، ما عندنا أي حل. نعم. سيدة ريا أشكرك من أمريكا. علي من البصرة، تفضل.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد. نعم. المتصلين اللي قبلي حقيقه يضحكون المشاهد. ليش؟ اذا تسمح لي، يعني اليوم انا راح اقول لك ليش استاذ محمد. اي. يعني اليوم الخلل هو وين؟ وين؟ بالسياسيين او بالاحزاب لو بالمواطن العراقي. هو المواطن العراقي سبب المشكله الرئيسيه. اي. من هو اللي جاب فلان او فلان؟ من هو اللي صعد هؤلاء للنواب؟ هو المواطن العراقي وليس الاحزاب وليس المشهداني ولا المالكي ولا فلان ولا مقاطعه الصدر. مقاطعه 85% مقاطعه في هذه الانتخابات الاخيره. ذولا شلون وصلوا العدل للحكومه؟ استاذ محمد، استاذ محمد، سبب هذه المشكله هو التزوير اولا. طيب. والتزوير اللي زور الانتخابات هو المعروف عند كل مواطن عراقي، اذا سالته يقول له الامارات. النقطه الثانيه خلينا نتساءل مو نفى هذا الكلام. قيس الخزعلي احد المعترضين على النتائج قال لا، الامارات ما لها علاقه، السيرفرات عندنا موجوده بالعراق والوضع يمنا كله، والتزوير صار من جو العراق. قيس الخزعلي نفى. هسه اذا كان من الامارات ولا من داخل العراق، أي؟ الانتخابات هي مزوره لا محال. أي. النقطه الثانيه، اليوم انت طبعا سؤالك قبل قليل تقول شنو هي الرساله لما يدخلون بالاكفان. اي. الرساله واضحه لكل العراقيين، احنا دخلنا بالقوه او غير القوه، احنا ناخذ الحكومه بالسلاح او غير السلاح، هذه القضيه واضحه. اليوم حقيقه بغداد تطور. شنو رايك بالاطار التنسيقي يا علي من البصره؟ شنو رايك بالاطار التنسيقي؟ انا اول مره خلك من لك هذه. لا لا، وصلت رسالتك، مو احنا لان الوقت ضيق يا علي. شنو رايك بالاطار التنسيقي؟ يعني اليوم خلنا نكون واقعيين. يعني الرسالة اليوم لما راحوا للمشهداني، احنا لا نحكي على كل، يعني نحكي على المشهداني او نحكي مثلا على فلان. هي المشكلة لابد من الحكومة من السنة والشيعة والكرد. قضية اليوم الحقيقة الرسالة اللي شفتها انا من التنسيق لما راحوا للمشهداني، يعني اليوم ناس هم مسالمين، انا لا ادفع عن لهم. بس اشوف التنسيق هو التنسيق ناس مسالمين. يعني اليوم احنا لا نشكك بالتنسيق ولا نشكك بالحلبوسي، يعني ولا نشكك مسالمين. يعني مسالمين من يا ناحيه يا علي؟ انا ادري بيك استاذ، ادري بيك ما تقتنع، واحتمال. لا لا لا، انا بدي اسالك افك من قناعتي. اتركك علي 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 علي، بس لحظه عليك، اتركك من قناعتي الشخصيه. انا هنا أنا ما اتحدث ابد بلسان حالي، انا اتكلم. سؤال سالتك، هم مسالمون من اي ناحيه؟ هذا السؤال، انا ما لك علاقه بقناعاتي الشخصيه، هذا امر يعني خارج اليوم الموضوع. احسنت اجاوبك. اولا يعني اليوم هؤلاء التنسيق شفت عندهم ناس مسلحين وقفوا بالخضراء. اي. كون واقعين وتكلم بالبخر. اي 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 انت اي شفت شاهدت. اي اليوم عندهم. اليوم منو اليوم منو اليوم تقصد لو شاهدت اليوم بشكل عام؟ انا اريد اليوم، لا اريد اليوم. اليوم اللي منتشر بالشوارع، اليوم اللي منتشرين بالشوارع هم سرايا السلام، تمام؟ لكن اني اريد اقول لك انه الموجودين بالاطار التنسيقي هم الميليشيات، زعماء الميليشيات، يعني قيس وهادي وغيرهم، دول عندهم تحت ايديهم مئات بل الاف من المقاتلين الغير قانونيين اللي يحملون السلاح خارج اطار القانون بحسب الدستور. عوفك من كلامي، بحسب الدستور. اي. هذا الاطار التنسيقي اللي موجود او ما يعرف بالاطار التنسيقي اللي بيه نور المالكي اللي سبب خراب العراق بدورتين، اللي بيه هادي العامري المقاتل الايراني الذي دخل الى العراق بصفته عراقي بين قوسين، اللي بيه الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب، ذولا وضعهم غير قانوني بحسب الدستور. شلون مسالمين وهم يترأسون عصابات موت ومتهمين بقتل عراقيين ابرياء؟ استاذ محمد خلينا نكون مطائفين، مثل ما انا ما اتحدث على ما جيب الطاري طائفية بالموضوع ترى. لا 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 لا، لا هذا كلامك يعتبر طائفي. وخلي اقول لك اياها، هؤلاء هم ليس عندهم ميليشيات، هؤلاء قاعد يدافعون للعراق. وانت يعني خلينا نكون واقعين يا اخي، احنا مشتاهم بالمناطق الغربيه. أي. ناس اعطوا وضحوا وقاتلوا يا اخي. هم ما قتلوا السنه والا ما دافعوا للسنه. طيب هسه بس سؤال، بس اريد اسالك سؤال،
سؤال سؤال هذا الموضوع هذا الموضوع مع المناطق هذا الموضوع مع العمليات العسكريه جابه بالنص. انا دا اسالك انت دا تقول لي الاطار التنسيقي مسالمين، انا اقول لك سؤال 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 بس اسمح لي اسمح لي اسمح لي اي خلاص انت حكيت اللي عندك. تفضل. اليوم اللي دا يحكمون العراق اللي موجودين داخل قبه البرلمان، هل ذولا هم طموح العراقيين انه بعد 18 او 19 سنه تقريبا من حكمهم هم نفسهم موجودين؟ هادي العامري، الخزعلي، المالكي، مقتدى الصدر، الحلبوسي، ذولا كلهم وغيرهم من الأسماء والحكيم طبعا وغيرهم، ذولا صار لهم يحكمون العراق 18 سنة. 18 سنة ايش قدموا للمجتمع العراقي؟ انتم اليوم لما عندكم أسعد العيداني صار له كم سنة موجود في حكم البصرة وبعد ده يقول أنا لا حظل محافظ، والبصرة قدمت شهداء وقدمت تضحيات ومظاهرات خدمية وغيرها وما حصلت شيء وبعدها مليئة فساد مخدرات أمن ماكو. استاذ محمد هل هاي طموح العراقيين طموحكم؟ استاذ محمد تنقي لي مجال؟ تفضل. لو الكلام بسألك تفضل. يعني 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 مو أنا قبل قليل قلت لك هؤلاء السياسيين إذا كانوا من السنة والشيعة والكرد منو اللي يجيبهم يا أخي؟ يا أخي قاعد يجيبهم المواطن العراقي. أنت لا تفر لي والدور يا أخي. مو المواطن العراقي قاطع يا علي. مجال يا أخي. قاطع. قبل شوية قلت لي عندهم ميليشيات قاعد أقول لك أنا قاتلوا لأجل العراق. وإذا شكلت حكومة بالتالي راح يسلمون الساعة بهذا باحترافاتهم. زين أكو سياسيين سنهم ما احترفوا وقالوا بأن هؤلاء اللي يقولون عليهم الأشياء هم من دافعوننا وهم من نحموا أعراضنا يا أخي. أنت طيب. لا تظل تلوك وتور. شوف أبو علي أنا أبو علي أنا هسه أريد منك تسمعني بالتلفزيون فضل. أنا أشكرك هسه تسمعني بالتلفزيون. الموضوع أولا أنت تجيب لي العمليات العسكرية وحرروا مناطق وما أدري شنو. اولا الانتهاكات اذا جينا نحكي عن انتهاكات هذه الميليشيات في المحافظات المنكوبه فهي موثقه بتقارير دوليه، مو انا اللي احكي ولا انت ولا اي واحد داخل هذه الحكومه او العراق. تقارير دوليه رصدت انتهاكات ترقى الى جرائم حرب وبعضها جرائم حرب فعلا ارتكبتها هذه الميليشيات وغيرها. هناك تقارير الامم المتحده ومنظمات دوليه كثيره، روح اقرا وروح راجع، حاول تتجرد من العاطفة وتفكر بعقل شوية وروح اقرأ هذه التقارير وشوف حجم الانتهاكات التي حصلت. عفنا من هذا الموضوع، انا احكي عن ذولا اللي موجودين بالحكم اللي صار لهم 18 سنة ايش قدموا للعراقيين. انت ما جاوبتني على هذا السؤال بكيفك، تتحدث عن امور اخرى ما اعرف. ابو عندنا زيد من بغداد بدقيقة يا زيد تفضل. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله. انا بس احب ارد على ابو علي. أي. ابو علي شلون صوت الشعب؟ هو الشعب منه راح انتخب؟ ما حد راح انتخب اخوي. اي بس انت لا تظل تدافع على الميليشيات. انا توني الله صدقت العشر ملايين جنسيه اللي جو من ايران وافغانستان وجنسوهم عراقي، توني صدقت ان هم متغلغلين بالعراق. شكرا يا زيد. آي ما عندي غير هذا الوقت والله، انا اعتذر جدا منك. رسائل سريعه. أحد المشاركين يقول ضرب رئيس السن للبرلمان محمود المشهداني من قبل بعض النواب بعد تبنيه إعلان الكتلة الأكبر للإطار التنسيقي خلافا للقواعد المتبعة. كلاوات المشهداني وخداعه لم تنطلي على النواب التيار ومحاولة تعطيل الجلسة ورفعها بحجة المداولة من أجل عدم استكمالها وتعطيل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. الله ينتقم منهم كلهم فاسدين حرامية كل من في قبة البرلمان. رسالة أخرى، السلام عليكم، طبعا طويلة أنا حختصر. أبو محمد من النرويج بعد التحية والسلام يقول طيب يقول تعليقي على ما جرى اليوم في البرلمان هو أنه نفس الكذا ونفس الكذا وما يسمى بانتخابات مهزلة وضحك على الجهلة من الشعب أو لصالح المستفيدين ذيول إيران في العراق. هاي قرينا رسالتك أبو محمد للضوج. عندنا رسالة من فاتن من ألمانيا، مساء الخير. أريد أعلق على ذولا اللي خالين على أكتافهم أكفان، شلون يربون جيل جديد هاي الحكومة؟ لو هاي حكومة لو مهزلة. طيب رسالة أخرى، السلام عليكم أنا ابن العراق، بالنسبة للحكومة ما تفيد وياهم كلهم نفس الشيء بس المواطن واقع بيهم بيناتهم. وآخر رسالة أخي محمد، يعني من اللي راح واللي برا مال يعني قتل العراقيين أشوف
مدى افتهم، مدى افتهم كلامك، اعتقد بها شتائم يمكن، ما اعرف. طيب اخر رساله، السلام عليكم، لا يدافع عن هؤلاء القتله سوى من شاركهم بيع العراق. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلت واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعه، الى اللقاء.